يطلب من المتابعون دائما تقريرا عن حاشية السلطانة خارم، خاصة بعد أن نشرنا تقريرا عن حاشية السلطانة قسم، إلا أننا لم نستطع أن ننجز هذا التقرير لعدم توفر المعلومات، فلا يمكن طبعا أن نخترع المعلومات من أذهنتنا. إلا أنني مؤخرا وفي إطار البحث عن معلومات عن برج العدالة الذي سبق وأن نشرنا عنه تقريرا، وهو البرج الذي تصعد إليه السلطانات لمشاهدة الاحتفال الرسمية من أعلى، وجدت هذا الكلام عن جارية للسلطانة خرم تدعى ألانا. كان ذلك في كتاب دي فام اي دي ديو، والذي يعني نساء وآلهة، حيث أن هذا الكتاب عبارة عن ملحمة تاريخية جمعت أحداثا وقعت في 5 قارات، وذلك في سنوات محددة في بداية القرن 16. وفي هذا التقرير أعزائي سنقدم ونترجم لكم ما ذكره هذا الكاتب عن السلطانة خرم وعن جاريتها. قبل أن نواصل عزيزي المتابع، ندعوك إلى الاشتراك في قناتنا وإلى الإعجاب بالفيديو وترك تعليق أسفله. ذكر أعزائي في كتاب دي فام دي ديو ما يلي: خورم سو بريباري بوغ الي باسي لا نوي افيك سليمان. تعني هذه الجملة بأن السلطانة خورم قد تحضرت للذهاب لقضاء الليلة مع السلطان سليمان. إل بري ان بان بارفومي بوندون ان لون مومون، يعني هذا بأنها أخذت حماما معطرا وذلك لوقت طويل. نمر إلى جملة أخرى قال فيها الكاتب: Elle laissa son esprit divaguer à de multiples pensées plaisantes, profitant du calme et du silence après une journée où elle avait été dérangée par des bruits du chantier de Adèle Colesi. يعني هذا أعزائي بأن السلطانة خرم كانت تسرح بأفكار جميلة جالت في مخيلتها مستمتعة بالهدوء بعد يوم كان مليئا بالضجيج بسبب التصليحات التي كانت جارية آنذاك في برج العدالة. وكما أسلفت، فلقد وجدت هذه الرواية عن السلطانة خرم وجريتها في إطار بحث عن هذا البرج. المهم، يقول الكاتب بعد ذلك: Une fois sortie du bain, elle se fit habiller par sa chambrière à لانا. أي أن السلطانة خرم عندما خرجت من الحمام، قامت خادمتها ألانا على مساعدتها على ارتداء ملابسها. Puis celle-ci se mit à coiffer sa chevelure rousse. أي أن هذه الأخيرة أخذت تصفف لها شعرها الأحمر. ألانا avait gardé un cruel souvenir de son séjour dans le cachot après son altercation avec l'ancienne favorite du sultan Mahdouran. أي أن ألانا كانت تحمل ذكرى قاسية بعد قضائها فترة في زنزانة موحشة، وذلك بعد مشادة كلامية دارت بينها وبين مفضلة السلطان القديمة مهدوران. Dans la pénombre et l'humidité, elle s'était rappelée que malgré le fait qu'elle occupait la position enviable de la chambrière de l'actuelle favorite du sultan. أي أنها في ظلام ورطوبة الزنزانة علمت بأنه رغم المكانة التي وصلت إليها كونها الخادمة الخاصة لمفضلة السلطان، فإنها تبقى رغم عن ذلك مجرد عبدة بعيدة عن بلدها إيطاليا. Elle était toujours une esclave loin de son Italie natale. On l'avait vendue jadis sur un marché du Caire. تم بيعها ذات مرة في سوق النحاسة في مصر. Elle connaissait le prix qu'on était prêt à payer pour elle comme s'il était un objet. يعني هذا بأن ألانا تذكر جيدا السعر الذي بيعت به وكأنها مجرد بضاعة. Cela ne pouvait s'oublier comme si le prix était resté tatoué sur son visage. وتعني أعزائي هذه الجملة الأخيرة بأنها لا تنسى هذا أبدا، وكأنما قد طبع سعرها على وجهها مثل الوشم. أعزائي، هذا ما ورد في هذا الكتاب عن السلطانة خرم وعن خادمتها، وطبعا فإن الكاتب فرنسي ولا ندري ما هي مصادره، إلا أنني أردت أن أنقل لكم ما قرأت. نتمنى بأن يكون هذا الفيديو قد أعجبكم، وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة. تحياتي، أنا فردوس حافظ الرشيد، إلى اللقاء.